شيخنا الفاضل، هي أيام قليلة تفصل بيننا وبين شهر رمضان المبارك، ما الذي ننتظره؟ نريد أن تشوقنا ليعني نستنشق نفحات الشهر الفضيل من الآن. خاب وخسر أو تعس من أدرك رمضان ولم يغفر له. إن لم يغفر له فمتى؟ أنت في شهر المغفرة، شهر التوبة، شهر العمل الصالح، شهر إنفاق الزكاة، شهر صلة الرحم. رمضان كله عبادات. نعم. عبادات اجتماعية ومالية، دفع الزكاة. نعم. وعبادات شعائرية، تراويح والفجر. أنا أول شيء بتمنى العادات والتقاليد التي تتناقض مع هذا الشهر أن نبتعد عنها. مثل ماذا دكتور؟ شهر الولائم، كل يوم في إفطار عند واحد، طبعا الأهل بيتحضروا الطعام من يومين سابقة. نعم. وبيتاكل الأكل بعدين بيعدوا بي. والحديث غير منضبط، لا في خوف من غيبة ولا نميمة ولا تعليق، والتلفزيون مفتوح على أفلام. بيتموا هيك لحتى الساعة 12 واحدة، بيتعبوا بيناموا، ما بيلحقوا السحور. والسحور بركة، والسحور من شعائر هذا الشهر العظيم. فإذا كان احنا اكتفينا بترك الطعام والشراب، هذا الصيام لا يقدم ولا يؤخر، وكأنه ما صام. من يقول لك دكتور مثل هاي العزائم هي من باب تفطير الصائم، وهذا له أجر في رمضان. أنت شيخنا مش مع العزائم برمضان؟ لا والله، أنا مع عزائم طلاب العلم، أنا بعمل لطلاب العزائم. أنا وين ما كان في بلدي، في طلاب من مثلا الشيشان، طلاب من السودان، طلاب من آسيا. نعم. هدول مالهم أهل. أنا أجري ولائم برمضان لطلاب العلم بالجامعة بعملها. فلما بيعدوا أيام للمحسنين، نعم، دعوة، أيام للأطباء دعوة، أنا هكذا أفعل في رمضان ولائم. ماذا عن ولائم هادفة عن الأهل والرحم دكتور؟ والله رمضان لصلة الرحم. بس شو بصير؟ ممكن زورهم بالعصر تقريبا. في عندك وقت، وقت محرج وانت جائع وما قدران تنام من الجوع مثلا، كان شهر يوم طويل. فأنت من عصر للمغرب ممكن تعمل، تطلع على أخواتك البنات، على خالتك، على عمتك، تعمل صلة رحم برمضان. نعم. هذا. نعم. لكن فكرة كما تفضلت أنه الإنسان يعني يقضيها يا يعزم أحدا أو يعزم عند الآخرين، ولا السيدات يصوم يعني يتعبد، ولا ما في انضباط إطلاقا، يتفرغ للعبادة شهر وقته ولا يذهب، شهر اجتماعي صار. نعم. ما عاد تعبد. نعم. طيب ما تعليق فضلتكم أيضا دكتور على ما يشاع الآن في رمضان زي الخيم الرمضانية وسهرات فيها أرجيلة، فيها لعب شدة، فيها أرجيلة ولعب شدة وراقصة فيه كمان سيدي؟ أكيد عملك بلبنان في راقصة. نعم. راقصة وأرجيلة وبلعب شدة وطارو لشيش بيش. نعم. هو صايم. شي بضحك سيدي. هذا الدين لما بصير فولكلور، هذا إسلام فولكلوري، صار عادات وتقاليد وما له علاقة بالدين إطلاقا. يعني صلي قبل أن لا تصلي، أقيس عليه، وصوم قبل أن لا تصوم. نعم. بدك حاضنة إيمانية بصراحة، بدك رفقاء مؤمنون، بدك أسرة مؤمنة، بدك أقرباء مؤمنون. طيب لما أنت بتصاحب برمضان شخص متفلت، بزهدك بالشهر، بفرجيك أنه أنت غلطان. الطعام والشراب شيء أساسي بالحياة. نعم. شو حيصير إفطار؟ شيخنا الفاضل، هل في مثلا خطة مقترحة أو جدول مقترح للعبادات يمكن فعلا أن يعين الإنسان أن يستغل الشهر الفضيل؟ أتمنى من أعماق أعماقي أن تختم القرآن في رمضان. هي قراءة سمية تعبدية. أنا كل يوم جزء بدك تقرأ. نعم. ما بيكفي، في قراءة بحث ودرس، بيكفي آيتين، تتعمق بفهم آيتين، ثلاث آيات، أربع آيات. كيف نفهمهم دكتور؟ من تفسير، من قراءة تفسيرهم. تمام. هل تنصح الناس بأداء التراويح في المساجد دكتور، ولا في بيوتهم وبين عائلاتهم؟ لو فرضنا أنه واحد عنده ثلاث بنات وأربع شباب. نعم. وزوجة، وقام صلى التراويح فيهم، هي أفضل من ألف صلاة هي جماعية صارت. استيقظ صباحا ذهب للمسجد بغير رمضان وصلى بالجامع، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. نعم. طيب إذا هيئت الأولاد وتوضوا أمامك، والبنات توضوا، وصليت بهم إماما
رأيت صفحة بالقرآن، قعدت معهم، الآية شو معناها يا بابا؟ والآية شو معناها؟ مين سمع قصة من أستاذه هيك مؤثرة بالدين؟ قعدت معه شي نصف ساعة. هي أكبر عبادة هي، لأنه أولاد الآخرون أنت لهم وغيرك لهم، أولادك من لهم غيرك؟ مين لهم غيرك؟ نعم. فأنا والله من اجتهادي في جلسة مع بناتي، نعم، كل أسبوع جلسة فضيلتك مع عائلتك. نعم اي والله مع بناتك. نعم، نعم. جلسة تشرح العفو دكتور دين. نعم، نشرح آية حديث أسبوعيا. أبدا لهم ولا مع عائلاتهم وأولادهم لا مع أولادهم. نعم. طبعا. نعم جميل، ما في مشكلة. جميل جميل، ربنا يتقبل إن شاء الله. بس مو مع أزواجهم، أزواجهم ما في، يعني أنا ما عندي صهر يشوف مرت أخوي. نعم، حتى ما يصير اختلاط. ما هو في اختلاط. نعم. نعم، الله يثبتكم ويفتح عليكم دكتور. نعم. قاعدة أن يصلي في أهل بيته دكتور ويكسب فيهم أجر ويحفظ يعني دينهم، هي للنوافل والفرائض ولا للنوافل فقط؟ لا للفرائض، معلش حتى الفرائض. إذا الفجر صلى مع أولاده. نعم. وبناته وقرأ قراءة جيدة وأما بهم شو في مشكلة؟ نعم، هذول أولى من تبعة الجامع. نعم. نعم، طالما تحققت الجماعة. نعم. في نعم. في البيت. طيب تحدثنا دكتور، أما واحد مثلا بناته مزوجات كلهم، أولاده مزوجين. نعم. مع زوجته أخذ وراح الجامع، جامع أولى. نعم نعم. هنا كنت أسأل فضيلتك عن صلاة النساء في المساجد في التراويح وكذا، ليس كحكم فقهي بقدر ما هل يعني تنصح بها دكتور؟ يعني بس أنه أن تتقي المرأة، يعني أن تكون مزينة. نعم. أو ثيابة غير إسلامية بس. نعم، أن تبتعد عن هذا. نعم. نعم. ارجعنا، النبي قال مأزورات غير مأجورات لمن حملت الوزر، يعني إذا كان في تزين بالطريق وفي كذا. نعم نعم، بالعياذ بالله. نعم. ماذا أيضا تضيف في يعني قائمة عبادتنا اليومية في رمضان دكتور من نصائح؟ يعني نحن إذا كان القرآن قرأناه. نعم. قراءة التدبر، أنا من عادتي يعني بتخذ مصحف قد يكون قديم جدا عندي. نعم. يعني في أحدث منه بكثير، كل ما شفت آية هيك مؤثرة بحط تحت خط أحمر. قراءة ممنهجة، هي آيات الأمر تحت خط أخضر، آيات النهي تحت خط أحمر. قراءة قرآن ممنهجة. لماذا دكتور؟ إلي لحالي. أنا ما عم بقرأ السورة الطويلة، هالآيات أثرت فيها، بحط إشارة إلها. أنا بتصفح القرآن تصفح عادي أستذكر كل معاني هذه الآيات. القضية بالتربية مهمة جدا. نعم. أنت بتعمل دراسة مسجلة، أي طالب بيقرأ الفقرة بيلخص على الهامش ما بينساها. فأنت لما عم تقرأ القرآن التفاعل، هو قراءة تفاعلية، إذا في آية تأثرت فيها والله ألهمك بمعاني دقيقة فيها أو رجعت معانيها بالتفاسير وتأثرت، عمل لها إشارة الآية. عندك لقاء سهرة مع أخواتك البنات مثلا كل أسبوع، كنت تحكوا بالأسعار والزينة والأزياء. نعم. نعم. بفتح المصحف اللي فيه آيات أنا متأثر فيها، وأنا بتذكر تأثري بالآيات، معي مادة أحكيها. بقول لكل أخ مؤمن، خلي معك مادة متأثر بها، سمعتها من عالم، من خطيب مسجد، قريتها بكتاب كثير مؤثرة للآية، تفسير الآية. أنا بكتب عندي دفتر صغير، قاعد بجلسة بفتح الدفتر بحكي الآية، هذا صار ذكر لله عز وجل. نعم. في العبادات دكتور، ما الفرق بين نهار رمضان وبين ليله؟ يعني ما العبادات التي تنصح المستمعين لساعات الصيام والنهار والعبادات المسائية الليلية؟ والله النهار الصلوات الخمس. نعم. فقط. نعم. أما لا، ممكن الأوابين الضحى. نعم. صلى. نعم. نعم. ممكن يعني بعض النوافل الصلية، ما بليل التراويح. التراويح. أنت مفطر، أكلت، شبعت، وصمت، وطعت، وما خربط أبدا، أنت مستعد لتلقي التجلي من الله عز وجل. نعم. والتجلي هو كرم يتنزل من الله على من يتعبد. أبدا. لكن ممكن تكون من ركعات الترويح. نعم. ممكن أنا هون لحصل الأردن كله 8 ركعات تقريبا، كثير من مساجد 8. نعم. بعض المساجد 20 يعني. نعم. نعم نعم، وكل إنسان يعني يصلي ببطاقته. نعم. نعم. الله يفتح لكم يا دكتور. همستكم ونصيحتكم للناس دكتور فيما تبقى من شهر شعبان كي يستعدوا استعدادا إيمانيا لاستقبال. نعم. رمضان، ماذا تنصح يعني المستمعين؟ كل شغلة الإنسان يعلمها علم اليقين أنه غلط. نعم. ما بترضي يتركها من هلأ. قلت لك الحالة الحادة جدا من أسود إلى أبيض صعبة،
بدك تعمل منطقة رمادي، بعدين بيجي الصيام المشرق. نعم، الله يفتح لكم.